بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد من مغامرات في عالم براست. ما راح تكون المقدمة طويلة لاني لازم اتحرك بسرعة. طبعا قبل ما اصور يعني رحت جمعت شوية موارد زي ما شايفين، موارد بسيطة يعني جمعت بو هاي الحركات عشان ما يعني اضيع المقطع كله تجميع. ادري انكم ما بتحبون التجميع كتير، فقررت اجيب شوية اغراض ادبر نفسي فيهم، ولقيت التلة هي اللي معانا هون. اقسم بالله تلة جدا رهيبة، لو ابني بيتي هون بيطلع شيء اسطوري. فاتمنى تضغطون لايك على المقطع يا جماعة عشان يعني نتحمس بالسلسلة هاي، وليتس جو على بركة الله. خليني أبدأ تجميع ضروري جدا عشان البيت قبل ما أحد يجي يسرق البيت مني. أي معي حجر كمان عشان أطول على السريع، ممتاز. جمعت فأس وهي الحركات والله يا شباب، بس عشان المقطع ما يطلع أغلبه تجميع يعني، فحبيت أختصر الوضع. وما أدري زي فكرة حلوة، اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات إذا حابين يعني نبدأ من الصفر فعليا، ولكن أنا أشوف هذا حل مناسب. ما أدري صراحة، شوف حتى الحجر صار معنا حدد. شجرة كمان، خلينا نكسر هاي الشجرة. اوكي، خليني ابني باب وقفل، ممتاز، عشان اقفل على نفسي على السريع. خلاص خلاص، كيف بلاش طمع يا شباب، بلاش طمع، لازم لا نطمع. وين كنا؟ اوكي، كانت التلة من هناك. ليتس جو، خليني ابنيها بسرعة. طبعا في عنا بيت مبني هناك تقريبا زي ما شايفين عند الدب، وهذا الدب انا لازم اقتله واخده. فاول شيء رح اخذ هذا البيت، بعدين نتولى امر الدب، مو مشكلة. ليتس جو يا ربي. اي يا الله يا الله يا الله، لازم نسويها بشكل تمام، ما بدناش خربطات. اوكي ممتاز، ما يمديني ابني هون والله، توقعت صراحه، بس ما علينا. ما يمديني ابني، لازم يكون الباب من هنا. يلا بنخلي الباب من هنا، مو مشكله شباب. البيت الان بيكون صغير نوعا ما شوي، بنخلي الباب هيك بهذا الشكل، ممتاز. ما عليكم، بنطوره بعدين. حلوين، هو راح يلزمني اكثر والله، راح يلزمني اكثر يا شباب، راح يلزمني اكثر موارد. او ماي جاد، نطلع جمع السريع، اجمع الحجر عشان اطور فيها كمان البيت. حلوين، اتوقع اني جمعت عدد كافي، مو متاكد 100%، بس ولكن هذا العدد يكفيني اتوقع. خليني ابني تي سي عشان اضمن البيت حاليا. اوكي ممتاز، يلا ببني التي سي، بحط التي سي، بقفل عليها، بنضمن البيت، وبعدين بنستمر وبنطلع على هيك رحله صيد مرتبه. ولما انا اقول لكم رحله صيد يعني رحلة صيد مرتبة، رح نصطادنا حاليا حيوانات جدا رح يفيدونا يعني عشان اللوت وهي الحركات. ليتس جو، خليني بس اطلع لهون. يلا والله البيت تقريبا نوعا ما صعب واحد يطلع له، وصعب الواحد يكمبر له كان من هون، مستحيل تكمبر الا ما اشوفك يعني. طيب خلينا نطور حاليا، نحط هاي الحجر. اوه ممتاز والله، والله ممتاز. اوه شيت، بس لو كان يمديني اطور هاي كمان. هذا البيت اصلا رح يكون بيت مؤقت، بعدين رح نطور الوضع. فخليني ازرع التي سي بهذا المكان، اقفل على التي سي، ممتاز جدا. حط هاي شوية اغراض فيها حاليا عشان نطلع. كب هاي حبيبي، جالس احطها. تدرون ايش؟ انا ما بحط هاي هنا، انا الان اوريكم شو بسوي. بالاول لازم اطور هاي حجر، نطور هاي حجر كمان، ما عليكم، هاي حجر، كل شيء حجر صار معنا هون، ممتاز. واتوقع هنا لازم اسوي الحركة بحيث اني، اتوقع اني بسوي هيك هيك. اوكي، وبنسوي هيك باب هنا عشان يديني اطلع على سطح البيت، ممتاز. رح يلزمني خشب دائما للاسف الشديد، دائما رح يلزمني خشب. فين اروح حاليا؟ طبعا خليني ازور البيت هذا، اخونا اللي صاير تحت، تعالوا نزوره نشوف ايش وضعه. ممتاز، اكل هي كمان، ممتاز جدا. هاي شوف الاكل والله ما ينقص ابدا، الاكل هاي، الاكل دائما رح يكون ممتاز بالنسبه لنا. هذا كيف باني بيته هذا؟ شباب احد يفهمني هذا كيف باني بيته؟ اوه ماي جاد، اوه باب واحد بيته صح؟ والله بيته باب واحد اتوقع. اي والله بيت باب واحد. اوه ماي جاد والله، ما ادري اذا هو موجود، ما اتوقع موجود بالبيت. حاط بابين من هي الجهة ومن هي الجهة. وين بيتي؟ هذاك هو بيتي، شوف بيتي محلى من فوق. يوه، قبل ما يصير ليل خليني اطلع لهيك لفة حاليا حول الماب. ما عندي غير اروح اذبح هذاك الدب اتوقع، والله ما لي غير هذاك الدب. يلا ليتس جو، بنروح نذبح الدب احسن شيء، ما في غيره بيعطيني كلوث. تعال تعال تعال، لا تهرب، تعال. شو يا شباب كم سهم؟ اوه ماي جاد، واخيرا فضي معي السهم يا حبيبي، الاسهم معي فضيوا. بس اشوف هذا البيت شو وضعه حاليا، كانه باب واحد او بابين. اوكي، ما ادري وين صاحبه صراحه يعني. اوه شكرا على الكلوس، واو والله زارع قدام بيته كلوس، ما ادري هو فين رايح. طيب افتح الباب يا طيب،
خلاص هي أمننا حاليا السطح تقريبا معنا، هي راح أكملها بعدين طبعا، ما راح أتولى أمر السطح الآن، راح أكملها بعدين. الكام فاير بهذا المكان حاليا، ممتاز عشان نشعل كام فاير الحركات هاي. الآن طبعا البيت صار تقريبا شبه ممتاز، بيت جدا بسيط، عملنا هون سطحة صغيرة مثل ما قلت لكم، سطح بسيط جدا عشان أراقب الأمور إيش جالس يصير. فمبدئيا يعني أنا طبعا ناوي أسرق هذاك البيت وهذا البيت اللي تحت، بس ماني عارف كيف إلى الآن. طبعا ما عندي ولا موارد، ما عندي شيء، لازمني اطلع تجميعه هيك محترمه عشان يمديني اسرق. ولكن الان مو وضع مو موضوعنا يعني، الان خلينا نقول مو موضوعنا. بالنسبه لهذا الصناديق راح احط هذا الصندوق معنا هنا، راح اخزن فيه الاكل، الاكل ما احتاجه، خلي هذا كمان هنا، خلي الاكل، كل شيء اكل راح احطه هنا. اوكي اتوقع وضعي صار ممتاز الان. طيب تعالوا يا شباب حاليا نطلع لبرا، ناخذنا لفه قبل ما يصير الوضع. ليه شوفوا كم كلوث صار تحت، والله كلوث كثير. يو شوف الكلوث معنا هون، والله مره كثير، لازم نتخذ ثاني. تعال اصنع سرير ثاني واحطه برا البيت عشان نسوي احتياطاتنا يعني. او ماي جاد والله حلوين، والله حلوين، كفو احلى كلوث، خذ وخذ، ممتاز ممتاز. اصنع سرير، يا سلام صار وضعي شبه ممتاز. طيب انا الان لازم امشي شوي بهذا الاتجاه يا جماعه، بلكي حصلت شخص ممكن ادعسه واخذ لوت وما تدرون. اوه طلع لي كاتم، والله حلو. اوه هذا السيف اللي كنت جالس ابحث عنه. هذاك واحد، هذاك واحد، هذاك واحد، هذاك واحد. يلا يا شباب هاي فرصتنا، ليتس جو. والله لا اجيبك، والله لا اجيبك، من رايح بهذا الليل. اي شو هاي، اي شو هاي، شو هاي، رمى اشياء، جالس يرمي، جالس يرمي، ما ادري ايش جالس يرمي. وين راح؟ ما اعرف وين راح، والله ما اعرف. هذاك بيته يمكن، دخل على بيته اتوقع. مشكلة الطيارة جت، انا لازم اروح على البيت. مو وقت الطيارة ابدا شباب، انا بسحب على البيت حاليا، ليتس جو. صبته 3 ضربات، والله غريبة. خسارة، لو كنت قريب منه شوي كان مات. بروح على البيت حاليا على السريع، بنتظر الليل بالكامل وبرجع لكم بالصباح، ما علينا، والله كان لازم ادعسه هذاك اللي ورا، فصار الدنيا ليل واختفى. هلا والله بالبيت يا حبيبي، هلا والله بالبيت. خليني نحط الحين الاغراض اللي جبناها، طبعا خليني اطور كمان بنفس الوقت، تعال نشعل الكامب فاير اللي حطيناه هنا. طيب شباب انا حاليا بنتظر لحتى يجي الصباح وبعدين بننطلق مغامره جديده وبنحاول نصطاد لنا ناس مثل قبل شوي، حرام ما صدنا. معي انا برجع لكم بالصباح. اوكي اتوقع حاليا الصباح جاء يعني، فليتس جو، خلينا نطلع من السطح فورا وننطلق على المغامرات تبعنا، نشوف معنا الصباح ما احلاه. معي انا يلا حاليا هي الحصان تبعنا، وخلينا ننطلق على نفس المكان اللي كنا فيه تقريبا، لانه مثل ما تعرفون الحشرات بالليل بتفوت على بيوتها وبتطلع الصبح يعني. حلوين تمام، اتمنى الفكره وصلت. فالحشرات اللي عندنا هون المشكله كبار باللعبه ولازم نمسكهم واحد ورا الثاني. خليني اروح بس من منطقه الصحراء، لان الصحراء دائما حلو. ليش؟ يمديك تشوف كل شيء فيها حرفيا. هاي الصندوق الاول، اوه آلة غطس، كفو آلة غطس اللي احتاجها يا حبيبي. اوه ماي جاد طلق، حلوين 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 طلق، والله بدا الحظ يبتسم. ومعنا صندوقين كمان، تعال نشوف ايش فيهم. هات نشوف يا شباب، ليتس جو. ما في شيء مستاهل كمان، بس لازم ادوب الحديد. وشيت والله ما ودي انزل لتحت شباب، اطلع لفوق برجع، لانه في ناس معاهم اسلحه اصلا، فما ودي التقي فيهم الان، مو الوقت المناسب. خليني ارجع حاليا شوي. طيب الان بحط شويه الاغراض هاي اللي جبتها حاليا من برا على اللي يمديني احطه. صندوق الاكل حط فيه الاكل، اجيب هاي معانا، خليني اجيب هاي معانا حاليا، وخلينا نطلع فورا، ليتس جو. حلوين. طيب خلينا نحط حاليا معانا هنا 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 هنا، لا شيل هاي. اوه والله ممتاز، معي اغراض، والله معي اغراض كثير. اوه السفينه جت يا حبيبي، والله لو يمديني اروح على السفينه يا شباب. اروح ولا لا؟ والله يمديني اروح، اروح ولا لا يا ترى؟ والله ماني عارف اذا اروح ولا لا. ماي جاد والله جبنا اغراض ليوم الاغراض، سبعيني اتوقع ما راح اروح، خليها المره الجايه، المره الجايه ما علينا. اوكي وصلنا على البيت حاليا، خليني احط هاي الاغراض، صار يمديني اصنع الاله ليفل 1. تعالوا بس اصنع، انا ايش مراد. او ماي جاد انا لازم اصنع فرن حاليا، تعالوا نصنع فرن. اوه يمديني اصنع فرن ثاني، اعطني 200 ستون شباب، نصنع فرن ثاني فورا عشان الوقت. ممتاز جدا، هي صنعنا فرنين والله اسطوره، و100 حديد و110 سكراب عشان اصنع الاله ليفل 1. يا سلام هي الاله ليفل 1، الاله ليفل 1 وين بحطها حاليا؟ لازم احطها هون. اوكي بحطها بهذا المكان، يلا صنع الفرن، بحطه بهذا المكان فورا بدون اي تفاهم. صد حط حط، وزع شوي، هي اول فرن معانا هون، يا سلام. يلا 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 شباب اصنع يوكي حاليا، وبطلع بريت فيها البيت اللي فوق اللي موجود فيه باب واحد، بحاول اكسر الباب واشوف ايش في ورا الباب، تمام؟ ولكن لازمني تقريبا 60 طلقه اذا ما خاب ظني، لازمني 60 طلقه حرفيا، فلازمني جام باودر، لازم اطلع اجيب سيلفر بدل الحديد اللي جالس اجمعه، لانه هو بده حاليا جام باودر. فممتاز، ما في احد، المنطقه كلها خاليه، هي المنطقه تقريبا كلها لي حرفيا، ما في احد مخيم بهي المنطقه، ما ادري ليش. هي الفرن الثاني جهز، هو للاسف ما راح يمديني احطه هنا.
اوه للاسف ما راح يمديني احطه هنا ابدا. اوه الالي ليفل 1 يمديني احطه بهذا المكان صح؟ هل يا ترى يمديني احطه هنا ولا لا؟ اوه ماي جاد يا سلام، وفرنا مساحه بشكل جدا رهيب. يعني اذا حطيت هي هنا كمان يا سلام. شوفوا يا شباب بيتي صغير جدا ولكن بيت حلو صراحه، لا تقولوا لي والله بيت حلو. خليني كيف هاي حاليا، لازم شويه خشب اطلع اجمع سيلفر ضروري مثل ما قلت لكم، لازم نسرق البيت ذاك اللي فوق. انا الان الشباب جالس العبها سيف الى ابعد حد، يعني كل شيء جالس احطهم بالبيت، جالس ما اضحي باي شيء لانه ما ناوي اخسر اي شيء مؤقتا. اذا نريد نلعبها صحيح لازم نلعب كل شيء صحيح. اوه هاي سيلفر، كفو تعال انا احتاجك. فين السيلفر؟ خلي يدوب السيلفر هنا معانا، خليني بس اقسمها شوي منيح. احط حاليا هنا معانا، اوكي ممتاز. نقسم وخلينا ناخذ نص، حط كمل انت لا توقف ابدا. نايس 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 نايس، ممتاز ممتاز ممتاز. عطني شويه حجر بس بصنع لي فأس خشب. شباب حاليا بنخلي البيت يدوب هاي الغراض اللي جبناها حاليا، وبنطمع لنا هيك رحله مثل ما قلت لكم، نحاول نشوف لنا ناس ونحاول نصيد لنا ناس عشان ناخذ منهم لوت. فليتس جو، خلينا حاليا اروح بهذا الاتجاه هاي المره عشان نروح بهذا الاتجاه ونشوف اذا كان في ناس بهاي المنطقه ولا لا. وهذاك واحد، هذاك واحد، هذاك واحد، واخيرا حصلنا واحد. ايش ماسك بيده هذا؟ ماسك يوكا بيده. ابلع. ابلع. اهرب 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 لورا، اهرب لورا، اهرب لورا، اهرب لورا يا شباب. اوه شيت. ابلع. ايزي كروسبو. اوه والله ما اخلي لك ولا شيء والله. ايزي يا حبيبي ايزي. والله ما اخلي لك شيء والله مسكين. اكله هيد شوت لا يعلى عليه صراحه. يعني عشان هيك دائما اقول لكم انا دائما احب اطلع رحلات صيد عشان تغنيني عن اني ارجع اصنع بو، ارجع اصنع ثياب. يعني خلص صار معي ثياب ثانيين، اذا متت باخذ هاي الملابس وبطلع فيهم ايزي. خلينا نشوف حاليا ايش دوبنا بالبيت. ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. سكر اوكي ممتاز. هلا والله ايش دوبنا. اوه والله كفو، والله دوبنا منيح يا شباب، والله دوبنا منيح. دوب دوب هذا كمان هذول. يا سلام يا حبيبي. هل يا ترى اصنع واحد ثاني؟ ولا خليني اصنع باب حديدي، تدرون ايش؟ ما راح اضحي، راح نصنع باب حديدي حاليا فورا، باب حديدي من هذا الشكل، يا سلام يا سلام. ما ادري فين احط الصناديق تمام الى الان، ماني عارف ابدا، كان لازم افتح، والله كان لازم اكبر برا يا شباب، والله كان لازم اكبر هنا. اوه ماي جاد، لازم اكبر هنا انا. من هذا؟ سمعت صوت واحد ثاني انا. كانهم كانوا اثنين عم يمشون مع بعض. ولا انا غلطان؟ والله العظيم. اوه هذاك هذاك واحد، هذاك واحد. والله حسيت انه كانوا اثنين. والله حسيت. تعال يا حبيبي تعال. يخرب بيتك. ما ادري اذا شافني، شافني كانه. جاي تسوي تحت بيتي؟ حل عني يا حبيبي، والله ما الحقك، والله ما الحقك، يكون حاليا نزل تحت الارض ما ادري فين راح. راح نحط حاليا شوية خشبات هون. كمل يا حبيبي معانا الشغلة، لا توقف ابدا. فاللي حسوي حاليا مثل ما قلت لكم انا ما جبت هذول كلهم على الفاضي. اصبر عطني حاليا هاي، ممتاز. هوب اوكي عندي فكرة، عندي فكرة شباب، ما ادري اذا راح تكون فكرة حلوة ولا لا. اوكي اتوقع هيك. هون يمديني احط صناديق واحط رفوف وهي الحركات، وبنفس الوقت هون راح نحط باب. خليني بالاول، ايوه كان لازمني فرن ثاني احطه فوق، فاذا اشيل هذا الفرن اللي هنا. اوكي تعال معنا شوي، لا اسوي ديزاين حاليا ما عليكم. بنحط هذا الفرن معنا هنا. اي غريب الفرن هذا شغال يا حبيبي مع انه طافي. الو خد 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 شغل، ممتاز. الان يمديني اطلع مثلا فوق هنا واطلع اشوف ايش صاير هنا عشان نسوي دبل حمايه. يا سلام. بعدين بنحط الباب هنا معانا يفتح للداخل. ايزي خلاص، هاي صارين نعلى شوي شوي بالرتب، طبعا بعدين بعليها لفوق. انا دقيق جدا بهي الامور يا شباب. يا سلام يا سلام، هاي غرفه تخزين حاليا. الان ايش بسوي؟ مثل ما قلت لكم بشيل الفحمات اللي معنا هون والحديد هذا اللي معنا هون. فين كان الفرن الثاني؟ اوكي الفرن الثاني صاير فوق، صاير هنا الفرن الثاني. خلينا ناخذه، ناخذ منه حاليا هاي الامور. شكرا. سكر. يا سلام.
طبعا لازم تقريبا 62 الى 64 طلقه عشان نص يعني نشيل باب واحد بس، باب واحد فقط تخيل معي. فاتوقع اذا بتشوفون حاليا الجو، خليني اطلع الجو شوي اوريكم الجو بس برا، خليني اشرح لكم فكره. طبعا البيت راح يكون هذاك، راح نبلش بهذاك البيت، هذا البيت راح اتركه شوي بس خلينا نبلش بهذاك البيت. الجو راح يكون، راح يصير ليل طبعا بعد شوي، فاتوقع الصباح الجاي راح نحاول نروح نسرق هذاك البيت اللي هناك بالصباح الجاي، بس بجمع بهي الليلة بشكل جدا منيح عشان اتجهز واكون مستعد الى اتم استعداد ونروح نسرق البيت هذاك. مو مهم يكون في شيء ولا، اهم شيء لذة السرقة يا حبيبي، هاي متعة لعبة راست بالنسبة لي. اوه شوف كم طلقة، شباب بطلع فورا بسرق، ما احتاج لانتظر الصبح الثاني. ليش يا حبيبي انتظر الصبح الثاني؟ ليتس جو. انا ناوي اليوم اسرق هذا البيت، راح يكون بابين طبعا، اتوقع راح يكون بابين، اي راح يكون بابين بالراحة، راح يكون بابين بالراحة، بس ما تدرون ايش ممكن يطلع لنا جوا. فاتوقع حباشر فورا بدون طول انتظار. معنا طلق، اوه معنا طلق بحر، يلا بباشر فورا ما علينا. ممكن احد يطلع لي بعد شوي بس ما علينا منه. ممتاز انا راح اكمل بكير بكير، لسه خذ وقتك. صار وضع الليل، والله ما احب الليل. هلا بس يصير ليل بهرب لمكاني. هذاك هذاك واحد، هذاك واحد جاي، هذاك واحد جاي، تعال تعال وين جاي؟ تحسبني مو شايفك يعني؟ تعال تعال تعال. والله يا شباب الليل ما احب، دائما هذول يطلعون بالليل. هلو برو. ابلع. جاي تسوي يا حبيبي ترولز؟ ابلع ابلع بس امشي، ما ودي اخسر الطلق اللي جمعته وكل شيء. الصباح من ارجع، هذا احسن قرار ممكن اتخذه حاليا. انا عندي فكره يا شباب، تعال انا رجعت البيت حاليا بشرح لكم ايش بصير. ناوي بهي الليله اطلع اجمع خشب بشكل كافي عشان اولا اضبط الافران اكثر، احميهم اكثر، اجمع سيلفر اكثر، نجمع طلق كثير لما يجي الصبح نروح نسرق بيتين بدل بيت واحد، حلو عشان ما نخسر وقت على الفاضي. شوفوا معي الليل بالله عليكم كيف اشوف امامي بالليل، والله اكره الليل باللعبه، والله اكره الليل يا حبيبي. شباب بما انه نحن حاليا بالليل بنيت شغله فوق ناوي اوريكم عليها الصراحه، راح تعطي جو حلو للديزاين تبع البيت يعني. خلينا نطلع نشوف، اعطين رايكم انتم يعني حاليا. اذا فتحنا الباب تشوفوا هيك في نور جالس يتوهج من المنطقه اليسار، اذا بننط بنشوف حاليا. يا سلام حطيت مدفأة بهذا المكان هون، ما ادري اذا قرار صائب ولا لا، والله ماني عارف صراحه، بس اتوقع المنظر طلع حلو. زي ما شايفين صار معنا مدفأة هون يمديني اشوف فيها تقريبا البيت بشكل كامل بالليل، فحلو كثير. اوه ماي جاد غطت نص معانا المنظر، بس ما علينا. زي ما شايفين بدأ الصباح يحل يعني حاليا، انا ناطر بهذا المكان عشان احط طلق الباقي. طبعا راح احط بالبيت اخلي 64 طلقه، او خلينا ناخذ ثلاثة معانا كمان، وراح ننطلق فورا الى مكان اللي كنا فيه قبل شوي يعني. ليتس جو. طبعا انا اللي متامل انه يطلع لي، ايش متامل يطلع من هذا البيت؟ بيت معفن ما راح يطلع فيه ولا شيء، ولكن انا متامل يطلع لي شويه سكراب حلوين او شويه حديد او اي شيء ثاني من الموارد. تمام اتمنى، انا ماني ناطر اسلحه من هذا البيت اصلا، بقى حيط وخشب يعني مستحيل يكون معه اشياء حلوه. شوف الجو ما احلى الصبح، مين ما يطلع لي يمديني ادعسه. اثنين ثلاثة طلقتين ويتدمر، هاي الطلقة. اوه الباب مفتوح. اوه بو اوكي ممتاز 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 ممتاز. اوكي حلو، بس باقي تي سي. مسكر التي سي الاخ معانا هنا، بروح بجيب شوية طلق زيادة وبرجع عشان التي سي يا شباب، يلا ليتس جو. اوه يا حبيبي خذ راحتك كمان بالطلق، ساعة حتى يطلق. هاي ضربة. هاي اخر ضربة. شباب ليتس جو يا حبيبي. اوه والله حلو، حشر حركات، حصلنا 2000 حجر، ممتاز ممتاز ممتاز، والله ماني زعلان، والله كفو. هذا البيت لازم احد ياخذه طبعا. مع السلامة، خلص البيت هذا تم دعسه بنجاح. خلاص الجار هذا خلصنا منه بشكل نهائي، باقي لنا طبعا الجار اللي صاير تحت هنا. ولكن انا حاسس ان هذا الجار كمان ما عنده شيء راح يطلع، تمام؟ ما ادري صراحه تدرون ايش؟ والله راح اكسر البيت، ما عليه ما راح ما يهمني، تعالوا تعالوا نكسر بيته ونشوف بس لعيونكم يعني، بعدين راح انزل لتحت واشوف الجار اللي تحت ايش وضعه، لانه بيته اكبر صراحه اللي تحت، ما علينا اليوم فاضيين وفاضيين، راح نحاول نسرق بيوت قد ما يمدينا يعني، هذا هو البيت اللي راح نسرقه حاليا، يلا ليتس جو. صاحبه انا ما شفته ابدا جالس يلعب، ما ادري ليش وين راح، شو صار فيه، بس مثل ما قلت لكم احنا هنا لعيونكم، اسرق لكم هذول البيتين يعني اسرق لكم هني. وعدتكم اسرق يعني بسرق. يلا طلقتين ويروح البيت. ان شاء الله ما يكون التي سي مقفل كمان يا رب. اوه باب ثاني.
اوه هذا باب اللي بوديه لبرا، انا شفته حاط باب ثاني كان، بس هذا الباب اللي هو اللي بدنا اياه يعني احنا حاليا، هذا الباب بيوديني لبرا صح؟ لا والله الباب، بحاول انقص منه قد ما يمديني، والله العظيم يا شباب، يو والله مشوار. عندي طلق بالبيت لسه، بس معلن بحاول اخلص منه قد ما يمديني، برجع اجيب طلق وبرجع. ما عندي طلق، شيت، خليني اروح اجيب طلق وارجع. اجيك مثل السحلي، هلا والله. تعال. يكفي وزيادة صح؟ اي يكفي يكفي. هذا الباب طبعا ما راح افتحه، مو مهم. الباب هذا بس حاطه هو احتياط بيودي لبرا. ابلع. خمس طلقات شباب، عدوا معي، واحد. هاي واحد. هاي اثنين. هاي ثلاثة. هاي أربعة. هاي أربعة. هاي أربعة. هاي خمسة. ايزي. تعال فين اللو؟ يا الله. اوه حلو. والله في لوت. اوه ماي جاد، ابواب حركات والله يلزمني كل هذول، ما احتاج هذول. تي سي كمان مسكره، طبعا كبدايه الادوات هاي تعتبر يعني جدا جدا بتفيدك عشان تكمل باللعب، بتفيدك بشكل رهيب هاي الادوات، فلا حد يستخف بالادوات يعني، والله حلوين. بحط حاليا بسوي هيك بس، اللي يمدي نحط ينحط، واللي ما يمدي ما يمدي، ما داني احط شيء. هاي وصلنا على المكان، يب يا سلام، ما بقي شيء صح؟ ما بشيل هذيك البقايا ما علينا. خذ يا حبيبي. ايش معك؟ اوه والله كفو، والله كفو، هذا اللي احتاجه انا حاليا. اوه والله كفو. يو على الحديد اللي مجمعه، والله اسطوري. يو على الموارد هاي اللي جبتها، اوه ماي جاد يا حبيبي، لسه معي طلق كمان، لازم ادور لي بيت حاليا، نطلع هيك رحلة صيد. شباب انا حاليا وصلت عند هذا البيت تقريبا، صار منطقته بالسي خمسة وانا منطقتي هون، فاللي لاحظته انه بابين خشب، حاط باب فوق خشب وباب تحت خشب. بس ماني عارف اذا في ابواب حديد بعدين ولا ما في، مو متاكد صراحه، ولكن مو عارف اذا صاحب البيت راح يرجع ولا لا، هي المشكله. اتوقع خليني اروح البيت، طبعا هذا هو باب الخشب، راح احاول ادخل من هذا الباب، ما ادري ممكن تكون صفقه خاسره، ماني عارف، ممكن يكون حاط باب ثاني حديدي، ولكن ما يمديني احكم الا اذا جربت بنفسي، فلذلك خليني اروح البيت، اجيب لي طلق لازم وارجع عن هذا المكان، ليتس جو. هذاك واحد جاي من بعيد شباب، راح اسوي نفسي مو شايفه عشان استلمه بعدين. شوف شوف رجاي اللي عندي، طبعا بسوي نفسي مو شايف، شوف شوف جاي اللي عندي، والله بستغبي عليه حاليا. انا اوريك، تعال اسمعوا كيف رح يجي، رح استلمه، ركزوا معي يا شباب، ركزوا مني. ها هذاك وذاك هو، خساره. ويت ويت ليف مي الون. واي؟ اوكي 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 نو بروبلم. اوكي 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 اي دونت كيل يو اي دونت كيل يو. ابلع. ار يو فاكينج ايديوت. مين هدول؟ يس اي ام فاكينج ايديوت. يطلع الصوت عندي مرتين، حسبت في واحد وراي، والله الصوت يطلع مرتين. اللي ما بضربك يضربني يا اخي، طيب حل عني، لا تضربني، ليش تضربني؟ والله شباب كنت بتركه، بس هو اللي استغبى بدا يضرب علي، كنت بتركه والله. غدر باللعبه ما نبي يا اخي، ما نبي غدرات، خلاص حل عني. اي كفو، لازم اسرق هذا البيت شباب، بنحاول يلا ليتس جو، ما علينا شيء، انا ما جمعت طول الليل على الفاضي، الرجال يجي. خلينا نحاول فيه. لا مو وقت الطياره، لا مو وقتك، رحم امك. اوه ماي جاد شباب جت الطياره، يا ليل مو وقتك يا الله، شوفوا كم باقي، ما يمديني شباب، والله بتطلق علي فورا بموت. طبعا هي الطياره راح ترجع بعد شوي، فلازم اسرع انا. خلصني يلا، اوه ماي جاد يلا. اوه مفتوح، وات، اوه صندوق، مو يمديني اكسر هذا الباب كمان ولا هذا الباب، اي باب اخذ؟ بس هذا ليش مو لاف في البيت هون؟ شو اتوقع ما محتار هذا البيت، هذا الباب ولا هذاك الثاني؟ اذا دمرت هاي ما يمديني اطلع مره ثانيه، اتوقع هذا هو البيت لانه اي هذا هذا هو، هذا هو الباب، ما متاكد، مو متاكد والله مو متاكد شباب، نرجع بعدين. طلق يا رب، يلا يا رب يا رب ما يطلع باب حديد، يا رب يا رب يا كريم. نايم هنا. اوه شيت ما عنده ولا شيء الاخ معانا هنا، يا شيت هذا باب برا يمكن، وهذا الباب اللي بدي لجوا اخ، يا بس واضح ما عنده شيء، غريب نايم هيك، والله غريب نايم بهذا المكان. ابلع. حلو لازم ارجع اطلع، لازم لازم لازم. اللي بصير حاليا بكمل على هذا الباب، مهما كان يمديني اكثر فيه بكمل عليه، طبعا الطلق ما راح يكفيني، لازم يكون شوي زياده. شباب لو صار الوضع الليل معلش راح اجي لهون بالليل،
خلص معي، ما عاد عندي ولا طلقة. يا الله. يلا بسيطة والله الأرجع، أنا البيت هذا متحمس فيه، لازم أرجع ومعي تقريبا ستاك اللي هو 64 طلقة ونص، يعني ستاك يعني ستاك و32 طلقة حرفيا لازم أرجع فيهم، عشان يمديني يعني أفلش التي سي والباب، أنا أتوقع في باب حاليا والتي سي فورا بتجي. هي وصلنا 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 شباب. طلع. خلينا بدمر هي شباب. عشان اللي حيطلع لي أحس عليه متى بيطلع لي، حلوين؟ أوكي رجعنا على المكان يلا. تعال نشوف، بسم الله. يلا ابلع. شي معانا؟ ها لا، بسم الله بسم الله بسم الله، بسوي كلير. بسم الله اول شي اطلع، بس اسكر الباب اللي برا من هنا. خلاص البيت هذا صار لي الان، بنشوف ايش في بالتي سي. والله اذا ما بيطلع فيه لوت حلو والله والله لا اتفشل وازعل ومع السلامه. والله كفو، شوف معنا اللوت. يو تقريبا رجعنا كل السيلفرات اللي ضيعناها بثلاث بيوت حاليا، 1300 سيلفر معنا رجعناها. شوف معنا 400 حديد هون، ما حديد الجحش، معاه حديد هذا، ليش ما يبني ابواب حديد؟ انا ماني فاهم. بس معقول يا ترى هذا هذا الباب بيطلع لبرا؟ شباب لسه في باب، لسه في باب برا. اي والله ما انتبهت، اصبر اصبر، في باب لسه ها، في باب لسه هنا ليه؟ وهذا الباب مسكر يعني لوت ولا؟ انا معي موارد حاليا، اوه بحر معي لسه لبابين يا حبيبي، لبابين. تخيلوا معي اللي حابب يلعب معي راست الشباب يتواصل معي على الانستغرام وان شاء الله بنشوف مع بعض. يعني لازم يكون عندك مايك حلو يعني نوعا ما، تمام؟ مقبول يعني، خلينا نقول مقبول مو حلو، خلينا نقول مايك مقبول وبس، هذا الشرط الوحيد يعني. ويكون عندك انترنت كويس كمان، مو كل شوي تمشي خطوه وتوقف اللعب عندك، تمام؟ الان بحط هاي براسي وبشعل. صار ليل ما صار ليل ما يهمني اصلا، شوف حاليا الضوء، انا اشعل الضوء واظبط وضعي ايزي. بوم، خذ يا حبيبي خذ. الان بنعرف ايش في ورا هذا الباب، الباب السري. يلا 2 ضربه واحده. اوه باب، ليش باب؟ هذا باب برا، اوكي هذا باب برا، انا متاكد هذا باب برا. هذا الباب ليه؟ الو معي ستاك طلق. هذا الباب لبرا انا متاكد. اها افتح هذا الباب اصير يعني؟ هاي المره بفتح هذا الباب وصدقون راح نلتقي حاليا، اذا فتحت هذا الباب راح نلتقي بهذاك الباب. يلا تعال تعال افتح هذا الباب حاليا. الان اوريكم كيف راح نلتقي ببعض، انا متاكد مادد هذا الباب على هذاك الباب. يلا اه يا حبيبي يلا. اوكي اوكي شباب يلا يلا اوكي. فرن لوت، والباب الثاني يس، يعني لو كسرت هذا الباب ولا هذاك الباب حيكون نفس الشيء. الفرن 400 حديد، في فرن يعني بدينا ادوب يعني. الصندوق هذا لازم يكون فيه لوت حلو، لازم 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 يا رب. 3 2 1